شباب هم مؤهلين يكون عندهم يعني اون بيتيت فورماسيون اللي جهزناها راح تكون في الايام القليله القادمه، ومن بعد الشباب يجمع هذه الاحجار يوجهها الى لو كونتوار دو لور، يعني مصارف الذهب اللي موجوده في طنرافست وإليزي. هذه المصارف هي اللي راح تقوم بعمليه الطحن واستخراج الذهب، يعني الشباب يديروا عمليه جمع للاحجار اللي يكون فيها الذهب ويجيبوها لمصارف مصرف الذهب اللي تابعه لنور.